أهواء الملف. الغنوشي يقول كل ما يحصل هو صرف الأنظار على مشاكل حقيقية. ورئيس سعيد يقول إن ما يقع هي معالجة قضائية أبطأ طوال العشرية الماضية بعجالة. صدق سيد رئيس البرلمان سيد راشد الغنوشي وراوغ المنقلب كعادته. لو نتحدث عن القانون يبدو أنه أول واحد يتعدى على القضاء هو من داس القضاء، من داس القوانين، من داس الدستور، من داس شعبا كاملا، هو المخول، هو له الأولوية أن يمر أمام القضاء. ولكن الله غالب، لحد الآن لازلنا ما عندناش قضاء حازم، لأنه أول واحد يزمو يتعدى قدام القضاء هو المنقلب. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه خرفته من السيسي والمسلسل المكسيكي استنسنا به، يجبدوه وقت يزيدوا ليسانس، يجبدوه وقت يتورطوا، يجبدوه وقت اللي ما عندهمش حتى حل. دي تلهيت الناس كما قال السيد راشد الغنوشي، كما قال توا المناضل المختار. نعم، إذا مش جديد بالنسبة لل تتبعات قضائية ليست بالجديد. نعود للتفاصيل سيد عزيز.